سيد الكريم، هذا موضوع طبعا شائك وموضوع مهم، وهو موضوع الساعه يتم الحديث فيه خلال فصلي الصيف، يعني شهر 6 7 8، وفي فصل الشتاء خصوصا في شهر كانون الاول، يعني شهر 12 وشهر الواحد، حيث تكون الطاقه الكهربائيه يعني هناك حاجه ماسه لها. نعم استاذ نجم، انا كاتب ثلاث بحوث بالكهرباء ومناقش لطلبة الماجستير والدكتوراه في موضوعة الطاقة الكهربائية. نعم. ووجدت أن الطاقة الكهربائية في العراق يعني ينبغي أن تكون متوفرة، ويتاح للعراق تصدير كميات من الطاقة مو أقل من 5 إلى 10 آلاف ميجاوات. نعم. ولكن المشكلة الحقيقية في العراق هي مشكلة الفساد، وإن كان هذا المصطلح بعد ما حد يحب يسمعه يعني، ولكن لا ضير من التذكير أن موضوعة الطاقة الكهربائية في العراق هي موضوعة فساد واستحواذ على المال. ومشكلة الطاقة الكهربائية تشابه إلى حد كبير مشكلة قطاع الزراعة وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة والتربية والتعليم وبقية القطاعات، ومن ضمنها أيضا قطاع الدفاع والأمن. نعم. بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقدم الأعذار، لأنه إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق من حيث المواد الأولية متوفرة بنسبة 100%. إذا ما علمنا أن أشكال إنتاج الطاقة الرئيسة هي الطاقة الكهروحرارية التي تعتمد على النفط الأسود، وهو متوفر بكميات كبيرة، والعراق قادر على تصدير كميات من النفط الأسود الوقود الداخل في إنتاج الطاقة الكهروحرارية. نعم. والنوع الآخر الطاقة الكهروغازية، أيضا العراق يمتلك رصيد جيد، ولكن مع شيء للأسف لا يوجد استثمار حقيقي للغاز في توليد الطاقة الكهروغازية. النوع الثالث هو الطاقة الكهرومائية التي تعتمد على المساقط المائية في يعني مؤخرة السدود. وبكل تأكيد الجميع يعلم أن العراق يعاني من شحة الأمطار وقلة المياه، وبالتالي هنالك تراجع حقيقي في مصادر إنتاج الطاقة من السدود من المياه. نعم. والنوع الرابع والمعتمد في العراق هو إنتاج الطاقة من الديزلات، وهذا أيضا صراحة المشكلة لأنه إنتاج الطاقة يكون محدود. إذن نحن أمام خيارين. أي. الخيار الأول والمهم هو الذهاب باتجاه إنتاج الطاقة من الوقود من النفط الأسود، ومع شديد الأسف أنه أغلب الوزراء السابقين ذهبوا باتجاه الطاقة الشمسية، وذهبوا باتجاه الديزلات، وذهبوا باتجاه طاقة الكهرباء من الغاز، ولم يذهبوا باتجاه المسار الصحيح المستند إلى إنشاء محطات طاقة كهروحرارية قادرة طيب على إنتاج 2500 إلى 4000 ميجاوات لكل محطة واحدة. أستاذ رياض، أنا راح أتوقف عند عبارة أنت قلتها، انه ان احنا نقدر نصدر 5000 و10000، وكل المواد الاوليه لانتاج الطاقه الكهربائيه متوفره بالعراق بنسبه 100%. بالتالي هل هذا يعني انك تريد ان تقول، وهي الحقيقه، انه ملف الكهرباء هو ملف سياسي وليس ملفا فنيا او خدميا؟ ملف الطاقة الكهربائية سيد العزيز هو ملف فساد بالمرتبة الثانية. الفساد الأكبر في الملف الأمني، والفساد الثاني هو في الطاقة الكهربائية. عندما نقول ملفا سياسيا، نعم يستثمر من قبل بعض الجهات لأغراض سياسية، وليس شلون ملف يستثمر؟ الطاقة ملف سياسي. كيف يستثمر؟ يعني احنا هسه إذا متنا من الحر واللوع من الحر، واحد مريض وواحد عنده سرطان وطفل، السياسي شلون يستثمر بألمنا؟ يعني يستمتع يشوفنا؟ نعم، نعم لا شك هنالك أطراف سياسية تقوم بتفجير الأبراج، وهذا إرهاب. جهات سياسية تقوم بالضغط على المحطات، لأنه أستاذ نجم، نعم، الطاقة الكهربائية مو فقط إنتاج، الطاقة الكهربائية إنتاج ونقل وتوزيع. العراق يعاني من الإنتاج والنقل والتوزيع، ليس المهم فقط الإنتاج. نعم. هل تعلم أن الإنتاج الطاقة الكهربائية الآن في العراق يناهز 18500 ميجاوات؟
اي كميه تكفي ل 14 ساعه، ولكن ما يصل المواطن ايش قد؟ 8 ساعات. نعم. ثم الانتاج الطاقه مو فقط للقطاع السكني، القطاع السكني وقطاع الخدمات وقطاع الصناعي. نعم. والزراعي وغيره. تمام. اليوم لا يوجد رؤيه، لا يوجد رؤيه لدى الوزاره. نعم. في آلية توزيع الطاقة الكهربائية. أنا أشكرك. إذن